إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والجد والاجتهاد على الإنابة والرجوع إليه من كل ذنب وخطيئة. ثم إن الله جل وعلا، معاشر الأحبة، أمرنا بقراءة كتابه وتدبر معانيه، وقد أكثر من ذكر مننه ونعمه على عباده، وحثهم ونبههم على ما يستوجب ذلك، على ما تستوجبه النعم من شكره واتباع طريقه والإيمان بأنبيائه ورسله وكتبه. ولما بعث الله نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام للبشرية، وكان ابتعاثه في مكة، خاطب ربنا جل وعلا أهل مكة ببعض نعمه عليهم التي ما أنزلها الله على قوم إلا كانت من أعظم النعم في هذه الحياة. إن أمنية البشر في هذه الحياة، معاشر الأحبة، بعد وجودهم وحياتهم في هذه الدنيا هي أن يجدوا أمناً واستقراراً مع عيش وطمأنينة ورغد في الحياة. فأهم ما ينبغي للإنسان أن يتمناه في هذه الحياة غير الإيمان والديانة أن يجد أمناً على نفسه وأهله وماله، واستقراراً في عمله ومعاملاته وحياته، وبجانب ذلك أن يجد طريقه لكسب العيش وتحصيل اللقمة والكفاية لنفسه وأهله وأولاده. هما الركنان الأساسيان اللتان يعتمد عليهما البشر في هذه الحياة. فسعي الأمم أفراداً وشعوباً وجماعات إنما هو لتحقيق هذين الغرضين في الجملة. فإذا ما ضاع الأمان واهتز الاستقرار وأصبح الناس يرحلون من مكان إلى مكان، لا يأمنون على أنفسهم ولا يأمنون على أهاليهم وأولادهم وإخوانهم ولا يأمنون على أموالهم وممتلكاتهم، لن يطيب لهم عيش ولن يستقر لهم قرار. لا تعلم علم ومعرفة ولا رزق وكسب ومعيشة، كل ذلك يعتمد على الأمن والاستقرار حتى يطمئن على ماله ونفسه وكسبه وعمله ومعرفته. ثم بعد الاستقرار والاطمئنان لا بد من لقمة يعيش بها ومسكن يأوي إليه وحاج وممتلكات ومال يحصل به كفايته ويحمي به عرضه وشرفه وكرامته. هاتان نعمتان من أعظم نعم الله جل وعلا، فامتن الله بهما على عباده تارة عموما وعلى من بعث إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم تارة على وجه الخصوص. فقال على وجه العموم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
جعل الله مثلا بتلك القرية أو الأمة أو البلدة أيا كان زمانها وأيا كان مكانها وموقعها. تلك القرية وتلك الأمة كانت تتمتع بأمرين، بالأمن والاطمئنان والاستقرار وكثرة المال والكسب والعيش والرزق والكفاية، وكان واجبها شكر الله جل وعلا على هذه النعمة والإحسان في عبادته سبحانه وتعالى. فإنما جزاء الإحسان الإحسان، فإذا كان الله أحسن لهذه الأمة بالأمن والاطمئنان والاستقرار مع كثرة الاضطرابات والحروب فيما حولها من بقاع العالم، وربما تكون لها صلة قريبة في المكان معها، وأنعم الله عليهم برغد العيش وكثرة المال وسعة سعة أبواب الرزق والكفاية مع كثرة الجوع والضنك في العباد، كان من حق الله جل وعلا عليهم أن يشكروه ليزيدهم نعمته ولا يحل عليهم نقمته. وكان من أول ما يجب عليهم من شكره إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبهذه النعم، بهذا الشكر تزداد النعم. أما إن كفروا النعمة فلم يعرفوا منعمها ولا شكروا من أسدى إليهم هذه النعم، بل كان ردهم وجزاؤهم كفرا وشتيمة ومحاربة لدينه وطاعته، فأبدل الله عليهم الاطمئنان والاستقرار بالخوف الذي عم البلدان عمهم، فلهم مستقر في بيوتهم ولا اطمأنوا في أعمالهم وتجارتهم ومعارفهم ولا استقروا في بيوتهم وسكناهم وبلدانهم. ومع ذلك رافقهم الجوع الذي عم حياتهم، فصار كالثوب الذي يلبسه الإنسان داخل بيته وخارجه في رحلته وإقامته وسفره في جميع حياته في ليله ونهاره. فتبدل الأمن والاستقرار إلى الخوف والاضطراب، وتبدل رغد العيش وسعة المكاسب والرزق إلى الجوع الملازم لهم ليلا ونهارا سفرا وإقامة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بدل رغد العيش، والخوف بدل الأمن والاطمئنان والاستقرار، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب ذنبهم، بسبب كفران النعم، بسبب معاصيهم، بسبب إعراضهم عن طاعة الله جل وعلا، لا بسبب آخر. هذا هو السبب، لكن النتائج قد يكون بيد عدو أو بنزول نقمة ومصيبة عامة. بمثل هذا الخطاب خاطب الله جل وعلا أهل مكة فنبههم على هاتين النعمتين مع كثرة الاضطراب حول مكة وكثرة الغارات واقتتال القبائل والشعوب ربما والممالك والنواحي ومع شدة العيش وشدة المؤونة على العباد في الجزيرة التي كانوا يعيشونها، مع أنهم في بلد لا فيه زراعة ولا فيه صناعة. هذا إبراهيم يقول في وصف مكة عندما ترك ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لا زراعة فيها، والعرب قوم من البدو، لا لديهم صناعة ولا لديهم ثروة ولا لديهم زراعة، إنما هي منطقة قاحلة وجبلية صخراوية لا تنبت عشبا ولا زرعا ولا تنبت كلأ ولا شيئا،
ومن زار تلك البلدان في مختلف المال في مختلف الأزمان عرف حقيقة ذلك. خاطبهم الله جل وعلا بهذه النعم وما يجب عليهم من شكره وعبادته واتباع نبيه ورسالته، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من الجوع مع قلة ما عندهم من الصناعة والزراعة، لكن استجابة لدعاء نبي الله إبراهيم جعل أفئدة الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكثر العيش فيهم وعم النفع والرخاء في بلدهم، مع أنها منطقة صحراوية لا لديهم زراعة ولا صناعة، استجاب الله دعاء إبراهيم، فكان هذه منة الله عليهم أن جعل العيش رغدا وجعل المال والثروة كثيرة، فأطعمهم من الجوع الذي آذى بالعباد. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وآمنهم مما يجري في الجزيرة من أكل القوي الضعيف وكثرة النهب والغارة بين القبائل ومن حولهم، فهم قد سلموا في بلادهم وسلموا في رحلتهم وعودتهم، عرفوا بأهل بيت الله، فلم يكن أحد يتعرض لهم بسوء في رحلتهم في الصيف إلى الشام وفي رحلتهم في الشتاء إلى اليمن. من هنا كانوا مركز التجارة في تلك الجزيرة والمنطقة، لأن قوافل تجارتهم كانت آمنة لا يتعرض لها أحدا بسبب بيت الله الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فحثهم الله جل وعلا على تذكر هاتين النعمتين: نعمة الأمن والاستقرار في بلدهم، ونعمة الأمن والسلامة في رحلتهم وتجارتهم ذهابا وإيابا، ونعمة الله جل وعلا على سعة رزقهم مع عدم زراعتهم وقلة مواردهم الذاتية. وما الذي يجب عليهم لقاءه تجاه هذه النعمة؟ فليعبدوا رب هذا البيت. لا يعبدون في بيته أصناما ولا يشركونه في بيته وحرمه، هم ينالون هذه الكرامة بسبب بيته، وهم يبالغون في عصيانه في بيته ويحاربون نبيه وكتابه وشريعته في بيته بسبب هذا البيت ومكانته وكرامته، ينالون هذه النعمة والمكانة ثم فيهم يعصون، وبسبب هذا البيت طغيانا وعنادا يكفرون. فما كان إلا أن استجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عندما دعا عليهم فقال: اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنوات من القحط والجدب، لا فيها مطر ولا فيها زراعة ولا فيها تجارة، سبع سنين كالسبع التي كانت ليوسف عليه السلام، اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف، فابتلوا بالقحط والجوع حتى أكلوا الجلود والسباع وكل شيء، وصلوا لهذه الدرجة عقوبة على كفران النعمة. وقد صدق الله جل وعلا حين قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.